هنبدأ كده بسم الله. خدنا الحصة اللي فاتت كلمة بار جراف، واتفقنا ان البار جراف ده هو عبارة عن عواميد زي ما انت شايف كده، ممكن تبقى بالشكل ده وممكن تبقى كده. ايوه كان ليها اسم vertical horizontal. الفيرتيكال اللي هو انهي، الاولاني ده ولا التاني؟ ايوه يبقى ده كان اسمه vertical. طب وده اللي هو اللي نايم ده اسمه ايه؟ هوريزونتال. اهو بصوا هوريزونتال. ماشي يا مستر. ايه تاني؟ اول حاجه احنا اتفقنا عليها ان مفيش فرق اصلا ما بينهم. اللي انا بعمله الناحيه دي ممكن اعمله الناحيه الثانيه. يعني مثلا لو انا بصيت دلوقتي الشكل ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على حاجه اسمها الفيفوريت كولر، اللون المفضل. ماشي. طيب ايه الالوان اللي هو بيتكلم عليها؟ ريد بلو يلو بلاك جرين. وكل واحد فيه في البار بتاعه كلر الوان. يعني مثلا الريد هو واصل لحد 3. طب والبلو 8 واليلو والبلاك البلاك لحد ال 8 لحد ال 8. طب والجرين 2. ماشي. احنا بقى هنعمل ايه؟ هنبدا احنا اللي نلون الناحيه الثانيه. ازاي يا مستر؟ ده هو مخليها هوريزونتال عادي خالص. هو شقلب، بدل لما كان كاتب الكالرز الناحيه دي بقى كاتب الكالرز الناحيه دي، بدل لما كان كاتب النمبرز هنا راح كاتبهم هنا. هو شقلب الشكل بتاع المساله، فانا مش هتلخبط عادي خالص. يعني مثلا هنا ايه اللي مكتوب؟ الريد. الريد لحد كام؟ 3. يبقى انا هلون لحد 3. 1 2 3 8. البلو 8. كده مظبوط ولا لا؟ ايه ده يا مستر، ده انت غلطت. هو ايه اللي عرفني ان انا غلطت؟ لو انا بصيت انا لونت لحد كام؟ بص تحت كده هتلاقي نفسك لونت لحد كام؟ يبقى انت غلطان. اركز تاني واروح مكمل لحد الايت. طب اللي بعده اليلو، يبقى انا هلون التن كلها، هلونها كلها، مش محتاجه ابص. برافو عليك. بس هو ممكن ابص عشان اتاكد ان اخر واحد تن بس. اللي بعده البلاك لحد الايت، ادي لحد الايه زي مين؟ عشان ممكن يسالني على السؤال ده كمان شويه. الجرين تو. ماشي كده انا خلصت المساله. هبدا بقى اشوف الاسئله اللي عندي. هو طالب مني ان انا اعمل كومبير. بص كده اقرا معايا السؤال. السؤال بيقول ايه؟ يوز ذا بار جراف. كلمه يوز يعني استخدم، استخدم البار جراف. كومبليت يوزنج جريتر ذان سمولر ذان اور ايكوال. طب واحده واحده بقى هنقرا كده مع بعض. واحده واحده. ستودنتس ستودنتس. ايوه برافو عليك يا جبريل، دي معناها الطلاب. نمبر اوف ستودنتس يعني عدد الطلاب. مين الطلاب؟ هو لايك جرين، اللي بيحبوا الجرين. في كام واحد؟ يبقى انا هاجي فوق الجرين واكتب 2، لان انا عارف ان عدد الناس اللي بتحب الجرين كانوا 2. طب انت عرفت منين؟ من البار، من البار جراف اللي عندي. طب بص هنا بقى النص الثاني بتاع السؤال بيقول لي ايه؟ number of students who like blue 8. بس خلاص، ده انا لو جبت حد في كي جي مين الاكبر؟ ال 8. يبقى هنختار علامة سمولر ذان. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي number of students who like yellow. في كام واحد؟ ممكن ما نعليش صوتنا؟ احنا بنتكلم عادي خالص مش بالصوت العالي. احنا قلنا قبل كده انا ممكن اجاوب بصوت واطي وابقى بجاوب صح. التن. الناحية الثانية number of students who like black 8. مين الأكبر؟ التن. العلامة دي بقى اسمها greater than. طب نشوف السؤال اللي بعده. number of students who like red
الريد كام واحد؟ 3. هو انت عرفت منين؟ اهو يا مستر الريد 3 اهو فوق. طيب الناحيه الثانيه number of students who like yellow 10. فانا عارف ان ال 10 اكبر. smaller than smaller than number of students who like blue 8. البلو 8. طب والبلاك 8. يبقوا 8. كلام جميل وزي الفل. فهمنا كده؟ يبقى انت لو ركزت هتلاقي ان احنا عمالين بنحول من فيرتيكال لهوريزونتال، وكمان بنجاوب على اسئله، بنشوف بقى مين الاكبر مين الاصغر. ساعات كمان في بقيه الاسئله هبدا اسالك على مين اللي لونه اكتر، الريد ولا البلاك ولا البلو ولا اليلو، معرفش بقى، هنشوف السؤال. طيب تعالوا نكمل نشوف السؤال. السؤال هنا محتاج تركيز. التايتل بص كده، في كلمه اسمها تايتل، يعني عنوان. هو انا هنا بتكلم على ايه؟ بتكلم على الفيفوريت بت. ايه كلمه بت دي؟ يعني لا بيج يعني ضخم، بيت يعني حيوان، حيوان ماله اليف. كلمه بت يعني حيوان اليف، يعني انت بتربيه في البيت مثلا، او ينفع تربيه في البيت. زي القطه، زي العصفوره، زي السمكه، زي الكلب مثلا. طب تعالوا بقى، ممكن نحط السمكه في حوض السمك، صح؟ طيب بصوا هنا ايه المكتوب. kind of bat يعني نوع. كلمه kind يعني نوع، نوع البت، الحيوان الاليف. ايه انواع الحيوانات الاليفه اللي هنا في المساله؟ فيش، دوغ، هامستر. ثانيه ثانيه، ايه الهامستر ده؟ عارفين عارفين الفار اللي بيقعد يلف في العجله ده اللي لونه ابيض ده؟ ماشي. كات، بيرد. ماشي، ركز كويس قوي يا باشمهندس محمد عشان انت مش باصص. الشكل اللي عندي هنا اسمه نمبر اوف بيبلز. بص بقى، بص هو كل مره عمال بيزود كام؟ 1. ماشي، لو انا سالتك في كام واحد كام حاطط فيش عنده في البيت، عرفت منين؟ من هنا لحد ال 6 جاي عندها بالظبط. الدوج 3، الهامستر 5، الكات، البرد. تمام، هسال شويه اسئله. لو انا سالتك دلوقتي، احنا هنسال بالعربي الاول وبعد كده نترجمه بالانجلش. لو انا سالتك ايه اكتر حيوان اليف الناس ربته عندها، عرفت منين؟ لان هو الايه اكبر بار. طب ايه اقل حاجه؟ الكات. خلاص، طب مين الحيوانات اللي انا ربيتها قد بعض؟ برافو عليك، مفيش. هو في حيوانات انا ربيتها قد بعض؟ يعني مثلا في ارقام زي بعض عندك؟ لا، كل واحد رقم مختلف. احنا قلنا الفيش كانوا 6، الدوج كانوا 3، الهامستر كانوا 5، الكات كانوا 2، البيرد كانوا 9. مفيش حاجه زي بعض. تعالوا بقى نجاوب على الاسئله. اول كلمه اسمعني كويس، احنا عندنا كلمتين. الكلمة الاولى اسمها how many. كويس، اسمها كم العدد، ولازم ترد عليها بنمبر. يعني ايه؟ لما اسألك how many cats do you have، انت عندك كم كات؟ هتقولي 1 2 3 0، 10، اي حاجه نمبر، صح؟ لا عادي عادي عادي، ممكن اكتبهم بالديجيت وممكن اكتبهم بالوورد، براحتي، المهم ان انا ارد بنمبر. طب الكلمه اللي بعدها اسمها ويتش، معناها ما او اي. ايه الحاجه؟ وخد بالك كويس ان انا لو كملت السؤال بكلمه which number، which number number، يبقى انا عايز number. طب لو قلت which بس، اعرف على طول ان انت هترد بايه؟ يعني word، كلمة. word يعني كلمة او اسم. تعالوا نشوف
بصوا هنا السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بدا السؤال بكلمه ويتش. ايه ويتش؟ ايه بات؟ ويتش ايه؟ يعني ايه بقى ويتش بات؟ اي الحيوانات؟ انهي حيوان من الحيوانات؟ يبقى انت لازم ترد بايه؟ بكلمه. صح، بورد. كمل يلا. is like the least. فاكرين لما كنا بنوطي صوتنا واحنا بنقول كلمه least؟ least least يعني الاقل. طب مين شاطر فاكر الكلمه اللي عكسها؟ او ممكن اقول كلمه most. اه most او greatest. most معناها الاكثر. اه وليست. وبرده كلمه جريتست، جريتست معناها الاكثر. بص بقى في كلمه كمان معناها الاقل اسمها بص 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 فيو ويست. اسمعها الاول، اسمعها الاول. فيو ويست، فيوست، 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 يعني فيوست الأقل. أول ما تشوفها زيها زي كلمة ليست بالظبط. اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ فيوست. يبقى أنا عندي كلمتين أول ما بشوفهم أنا عارف إن أنا بسأل على الأقل. فيوست، ليست. وفي كلمتين أول ما بشوفهم معناهم إن أنا بدور على الأكبر اللي هم إيه؟ موست وجريتست. كلام زي الفل، أنا هحفظ دول وهسمعهم. بس تعال نشوف بقى الأسئلة. ها؟ أول سؤال: which bat is like the least؟ يبقى أنا عايز أترجم السؤال كده في دماغي. إيه الحاجة أو إيه الحيوان اللي أنا بربيه أقل حاجة؟ طب أسأل سؤال: لو أنا شخبطت على كلمة كات وكتبت تو، المستر يحسبها لي صح ولا غلط؟ ليه غلط؟ عشان هو كاتب ايه؟ ويتش. فما ينفعش تكتب تو، تو تبقى غلط. اه لو ويتش نمبر ماشي. طب تعالى نسال السؤال اللي بعده، بيقول لي ايه برضو؟ ويتش بت از لايك ذا، يعني موست الاكثر. ايه اكثر حاجه؟ بيرد. برافو عليكم، بيرد. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده في كلمه هعلم لك عليها، ركز فيها. اندي يعني واي. طب تعالى بنعمل لها ايه؟ بلصت. ايه بلصت ديات؟ ايه يا بلصت دي؟ اسمها ايه الكلمه؟ اند. اند يعني ايه بالعربي؟ واي. فاكرين لما كنا بنشرح وقلنا ان كلمه اند معناها واي؟ يعني لو خدنا مثال كده، مثلا مستر عبد الرحمن معاه 5 باوندز، معاه 5 جنيه، والواد اسلام معاه 2 باوندز، معاه 2 جنيه، يبقى مستر عبد الرحمن اند اسلام، مستر عبد الرحمن واسلام، الاثنين معاهم كام مع بعض؟ 7. عملنا لهم ايه؟ بلس. ليه عملنا بلس؟ بسبب كلمة اند. ليه؟ بسبب كلمة اند. ليه؟ بسبب كلمة اند. يبقى أنا عارف إن اند بتخليني أعمل ايه؟ بلس. طب سؤال بقى، مور ذان قلنا بتخلينا نعمل ماينس عشان كلمه لسه هنشوفها في وسط الاسئله دلوقتي. بس تعالوا نكمل يلا ونجاوب على السؤال. السؤال بيقول لي هاو ماني بيبل ان اول، يعني ايه اول؟ الكل. يعني كم واحد كلهم كده على بعض؟ لايك بيردز اند كاتس. ايه الكلمتين اللي عندي؟ ايه الكلمتين؟ بيرد وكات. في كم واحد بيحب البرد او مربي برد عنده؟ 9. وكام واحد مربي كات؟ 2. يبقى 9 و 2 11. انا بعمل بلس بسبب كلمه اند، انا متاكد ان انا هعمل بلس، يبقى هجيب ال 9 ازود عليها ال 2 تديني 11. لسه بقى، لسه موضوع مود. ممكن اكتب 11 على طول، ممكن اعمل البلس في دماغي واعمل ال 11 على طول. نشوف السؤال اللي بعده. How many people in all like هامستر؟ نفس الاند، هي هي بلس.
يبقى انا هاخد مين ومين؟ ادم قول لي هتاخد مين ومين؟ ادم اللي هيجاوب. مين ومين؟ ايه الرقمين اللي هتاخدهم؟ ها؟ 9 و2. ليه؟ مش هو هنا يا ادم بيسالني على الهامستر والدوجز صح؟ الهامستر فيه كام واحد؟ 5 والدوجز 3. يبقى انا هعمل 5 بلس ال 3 تطلع بكام؟ 8. مش مركز يا ادم، مش مركز، ركز لو سمحت. السؤال اللي بعده، يلا يا باشمهندس محمد اقرا كده يا محمد واحده واحده. How many people liked hamster more than dogs؟ محمد هيشرح لنا. ها احنا قلنا يعني ايه more than minus. طب تعرف يا باشمهندس محمد تقول لي ليه more than يعني minus؟ احنا قلنا more than معناها ايه بالعربي؟ اقل. more اكتر. وخدنا نفس الكلام اللي قلناه الحصه اللي فاتت ان كلمه مور ذان معناها اكتر من بس بتعمل ماينس. ازاي؟ هقول لك. في كام واحد، ده الترجمه بتاعت السؤال اهو، في كام واحد بيحب الهامستر اكتر من الدوجز؟ بص انت الهامستر كام واحد والدوجز دول اكتر من دول بكام؟ انت جبت التو منين؟ عملت ماينس. جبت الفايف شلت منهم 3 يبقى 2. يبقى انا اول ما بشوف كلمه مور ذان بعمل ايه على طول؟ لمين ومين؟ للهامستر والدوجز. برافو عليك. الهامستر والدوجز، الهامستر كانوا 5 والدوجز كانوا 3. يبقى 5 ماينس ال 3 ايكوال 2. مين يقول لي كده؟ ال 2 دي هم ايه؟ فكر قبل ما تقول. اسلام، التو هم الهامستر؟ لا. لا 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 لا، انا بقول التو دي، التو دي عباره عن ايه؟ مين التو دي؟ ها؟ لا ما حدش يجاوب لو سمحت غير لما يرفع ايده. ها؟ برافو عليك. طب ده معناه ان التو دول هم الناس اللي بيحبوا الهامستر اكتر من الدوجز. مش ده السؤال؟ صح. انا بشرح لك دلوقتي السؤال. التو دي انت جبتها منين؟ عملت 5 ماينس 3. ليه؟ لان دول الناس اللي بتحب الهامستر اكتر من مين؟ من الدوجز. اهو بص العمود ده في كام بار زياده؟ 2. في 2 زياده. طب بصوا للسؤال اللي بعده. How many people like fish more than cats؟ ها more than cats. More than cats. More than more 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 اكتر. يبقى انا عايز اعرف في كام واحد بيحب الفيش اكتر من الكاتس؟ لا لا، هو اللي بيحل لو سمحت. عملت ايه؟ واحدة واحدة. في كام الفيش؟ 6. وكام الكاتس؟ 2. طيب يبقى 6 لما اخد منهم 2 يتبقى 4. انت فصلت في النص ليه؟ ما انت كنت بتتكلم صح. السؤال اللي بعده، اخر سؤالين دول فيهم كلمة مهمة. And. بس ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا خدت بالي من حاجه غريبه. اقرا كده معايا. How many people in all liked. بص الحيوانات اللي سال عليها. dogs hamster fish. ايه ده؟ هو عايزني اعمل بلس للثلاثه؟ اه. في كام واحد بيحب الدوجز؟ 3. بلس كام واحد بيحب الهامستر؟ 5. بلس كام واحد بيحب الفيش؟ تعالى نعمل لهم بلس كلهم. 3 و 5 3 و 5 8 8 هزود عليهم 6. انا 14 14
يبقى ال 14 دول مين؟ الناس اللي بتحب الفيش الفيش والهامستر والدب. برافو عليك، اكتر واحد مركز النهارده. لا مش هقول اسمك، خليه مفاجاه. يلا how many people in all like cats birds and hamster؟ عايزني اعمل بلس لكام حيوان؟ ثلاثه. يلا يا هدى، طبعا كلمه اند برضو يا هدى احنا عارفين ان احنا بنعمل بلس. يلا جمعي لي مين ومين ومين. البرد هامستر. في كام واحد بيحب الكاتس؟ 2. في كام واحد بيحب البيردز؟ 9. في كام واحد بيحب الهامستر؟ 5. طيب 2 بلس 9. انا بسال سؤال، 2 بلس 9 11. نزود على ال 11 5 60. يبقى الاجابه ايكوال 60. تعالوا يلا نشوف بقية الأسئلة اللي عندي. السؤال هنا بيقول لي fruits، يعني ايه fruits؟ and vegetables. vegetables خضروات. at the farm stand. farm يعني ايه؟ مزرعة. stand عارفين الستاند اللي بنحط عليه الحاجة؟ الستاند ده زي مثلا لما تروح تشتري شيبسي أو بسكوت بتلاقيه إن هو محطوط على ستاند. كلمة ستاند دي يعني مكان نعرض عليه الحاجة بتاعتنا. برافو عليك جدع يا جبريل. جبريل بيقول زي ما شفنا المرة اللي فاتت كده في المسألة كان البطيخ محطوط في الايه؟ في الستاند. والابل والبيتش والحاجات اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. الكاروت. برافو برافو. تعالوا نشوف يلا هنا في ايه الـ kinds of fruits and vegetables؟ ايه الأنواع؟ كاروت، ابل، كورن، بيتش، ووتر ميلون. كلام جميل قوي. هما دول. تعال بقى نشوف النمبر، هو ملونهم لي اهو وبيسالني. كويستشن 1. يلا يا مريم اري كويستشن 1 كده. ما حدش يتكلم لو سمحت. واتس ذا نمبر اوف ابلز؟ كم عدد الابلز؟ هاو ماني ابلز؟ فين الابل؟ ادي الابل اهي واصله لحد هنا قصاد مين بالظبط؟ يبقى 5. السؤال اللي بعده يلا يا نور، يلا يا عمر قصدي اقرا. What's the number of carrots and What's the number of carrots and beaches all ايه الكلمه دي together؟ احنا خدنا كلمه together قبل كده معناها ايه؟ الاثنين مع بعض. برافو عليك يا استاذ اسلام. بصوا كده تعالوا نكتبها. ادي كلمه all معناها الكل، كله مع بعضه. وبرضه بتخليني اعمل ايه؟ بلس. طب وفي كلمه اسمها together. together معناها معا. يعني ايه معا؟ الاثنين مع بعض. ودي دايما بتيجي في الاثنين وبتخليني اعمل بلس. طب نكمل. يلا يا باشمهندس نور انت قريت السؤال بيقول what's the number of carrots and beaches all together؟ يعني عايزني اعمل ايه يا نور؟ يا عمر ها اعمل بلس صح لمين ومين؟ ايوه الكاروتس والبيتشز. فين الكاروت؟ اهم. كم واحده؟ 10. والبيتشز كام وصل لحد الايه؟ يبقى لما اعمل لهم بلس يطلعوا 18. 100 يلا يا محمد. محمد ها اقرا يا محمد السؤال. What
number corn. What's the number of corn? هو انا ليه ما عملتش هنا بلس؟ هو مش كاتب اند ولا كاتب اول ولا كاتب توجذر ومش كاتب غير كلمه ايه بس كورن. هو بيسالني على الكورن لوحدها. نركز يا فرح. الكورن لوحدها بس هو بيسالني عليها فانا رديت بفور. كلام جميل جدا. نشوف السؤال اللي بعده. هنا الدرينكس اللي هي المشروبات كافي تي فروت جوس ميلك شيك. يلا وانت قاعده اقري لي اول سؤال نسمع زميلتنا. ويتش درينك فيفورت؟ فيفورت يعني مفضل، افضل مشروب. برافو عليكي. ايه افضل مشروب انت شايفاه؟ ها التي. طب اكتب تي يا مستر ولا اكتب ناين؟ غلط. ليه بقى؟ عشان في كلمه ايه؟ ويتش. ما هو انت لو مركز هتاخد بالك المستر قال لك كلمه ويتش لازم ترد عليها بايه؟ بكلمه. برافو يا اسلام، برافو. ماشي نشوف السؤال اللي بعد. تمام مية مية. يلا يا فرح اقري معايا وانت قاعده. How many. How many احنا اتفقنا معناها ايه؟ كم العدد. يبقى لازم ترد بايه؟ بنمبر. كملي كملي. More people liked tea than coffee. ثانية ثانية ثانية، ده أنا خدت بالي. لا 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 لا، إن في كلمة more than. خدت بالي إن في كلمة more than، وقلنا more than معناها minus. يبقى هو عايزني أجيب الناس اللي بتحب التي والكافي وأعمل لهم minus. في كام واحد بيحب التي؟ 9. كام واحد بيحب الكافي؟ 6. يبقى هكتب 9 minus 6. 9 شيل منهم 6. 3. السؤال اللي بعده يلا اقرا معايا. ها هاو ميني. ميني فروت جوس اند ميلك شيك. انا لقيت كلمه ايه؟ اند. اند دي بتعمل ايه؟ بلس. طيب هعمل بلس لمين ومين؟ الفروت جوس وميلك شيك. فين الفروت جوس؟ اهي. في كام واحد؟ 5. والميلك شيك في 3. يبقى انا هعمل 5 بلس ال 3 ايكوال ال 8. السؤال اللي بعده سهل خالص. ليه؟ لانه مش سائلني على اي حاجه، هو عايزني اعمل كاونت بس. يلا يا رؤى، يلا يا رهف. element يعني الحاجه او العنصر، الشكل اللي قدامي. نمبر الرقم. شايف الكرسي ده؟ اكتب جنبه كام؟ ليه 2؟ عشان هنا هم 1 2 مفيش غير. طب السؤال اللي بعد. يلا يا احمد. البول 5 لان هم 1 2 3 4 5. يلا يا سيف. شكل الجاروف ده 6. 1 2 3 4 5 6. الجردل ده الباكت. ها باكت 3 عشان 1 2 3. جبريل الشل 4. هيسالني على حاجه؟ لا السؤال خلص بس. طب بص للسؤال اللي تحت يمكن يبقى محتاج تركيز شويه. بص بقى هو جايب لك التيبل كامل. بيتزا هوت دوج بوتيتو برجر دي السندوتشات اللي هي الفيفوريت سناكس. طب وهنا النمبر 5 3 8 4
عايز اعمل ايه؟ مية 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 مية. البيتزا كام؟ يبقى هاجي عند البيتزا واوصل لحد الفايف. هوت دوج كويس. بوتيتو هوصل لحد الايت بالظبط ولا زود ولا نقص. برجر فور. اه السؤال اللي بعده هنا برضو نفس الكلام. حد عارف الكلمه دي اسمها ايه؟ انسكتس. كلمه انسكت يعني حشره. انسكتس يعني حشرات. بصوا كده شايفين الحشرات دي موجوده هنا. هو السؤال كده هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. نعم حاضر. نكبرها شويه اهي اهي اهي. تعالى نبدا. يلا بيسالني على النحله دي. 1 2 3 4 5 6. يبقى انا هلون لحد 6. بص ال 6 فين اهي. يبقى انا هلون قدامها بالظبط هنا ال 6 كلهم. نعم فين؟ فين؟ لا دي لا دي نملة. هنشوفها دلوقتي واحنا بنعد تاني. مين اللي عليه الدور؟ السبايدر. 1 2 3 4. يبقى هاجي لحد الفور بالظبط اهو. ماشي مش مشكلة، حتى لو ما خدناش بالنا منها دي عرفنا نعدها دلوقتي. هي ما كانتش واضحة قوي في ورق التصوير، مش مشكلة. طيب شكل الأنت فين الثري بقى؟ 1 2. وفي واحدة مستخبية جوه البيت. يبقى 3. طب اللي بعده الورم. 1 2 3 4. دلوقتي انا خلصت وهبدا اشوف الاسئله. انا مش هكتب حاجه لحد دلوقتي. بص بقى هنا السؤال اللي بعده. الكلمه دي اسمها ايه؟ كوينز. يعني ايه كوينز؟ فلوس صح، اللي هي العملات المعدنيه. سيف سيف. حد عارف يعني ايه سيف؟ امان. برافو عليك. او يحوش. لما بتيجي مع الفلوس معناها يحوش فلوس. سيفد ماني ياسمين. سيفد ماني معناها يحوش فلوس. طيب يا مستر هو مين اللي بيحوشه؟ في نيمز اسماء عندي، وفي نمبر اوف كوينز عدد الفلوس اللي معاهم. يعني مثلا باسم حوش لحد كام؟ 8. طب وداليا لحد كام؟ 6. هنا 4. مازن كلام جميل. هو هيبدا بقى يسالني number of coins باسم saved. هو باسم حوش قد ايه؟ 8. باسم 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 8. اللي تحت خالص 7. لا لا هم قالوا 7. الناحية الثانية number of coins هنا saved. هي هنا حوشت قد ايه؟ 4. مين الأكبر؟ العلامة دي اسمها ايه؟ greater than. greater than مش مشكلة عادي. السؤال اللي بعده number of coins داليا saved. داليا حوشت قد ايه؟ 4 ولا 6؟ 6. طب وبالنسبة لمازن؟ مازن حوش 7 اهو. مازن 7. مين الاكثر؟ 7. دي علامة سمولر ذن. السؤال اللي عليه الدور بيقول لي read the bar graph. اقرا البار جراف to answer the question عشان تجاوب على الأسئلة. البار جراف ده بيتكلم على sports we like. sports we like يعني الرياضة اللي احنا بنحبها. ماشي هو هنا بيقول لي ايه؟ فوتبول. هنا باسكت بول. وهنا هاند بول اللي هي بتتلعب بالايد دي. لا
دي اسمها فولي بول. اللي انت بتشاور عليها دي اسمها فولي بول، اللي بتضم ايديك كده وتقعد تلعبها كده. لكن الهاند بول بتمسكها بايدك الكوره وتحدفها. خلاص ماشي. ايه الحاجه الغريبه اللي اول مره نشوفها؟ ان هو بينط من فوق النمبرز. ازاي يا مستر؟ بص دي كام؟ طب ودي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش المفروض مش المفروض تبقى 1 2 3؟ هو كتب ايه؟ 2 4 6 8 10. عادي خالص. اللي انا شايفه ده اسمه سكيل اوف 2. اسمه ايه؟ سكيل اوف 2. قول ورايا سكيل اوف 2. كلمه سكيل معناها مقياس، انا بزود بالكام؟ بالتو. طب هو ما فيش يا مستر غير السكيل اوف 2؟ لا في. ممكن اخليها مثلا سكيل اوف 5. يعني ايه بقى سكيل اوف 5؟ سكيل اوف 5 معناها النوت 5 كل مره. سكيل اوف 3 معناها نوت 3 كل مره. كل مساله وليها حل. نعم. لو ايه 60 مالها 60؟ يبقى سكيل اوف 60. كل سكيل على حسب انت بتزود كام. عادي خالص. بصوا هنا يلا، في كام واحد بيحب الفوتبول؟ 8. عرفنا منين؟ بص كده دي واصله لحد ال 8 بالظبط. ماشي. في كام واحد بيحب الباسكت بول؟ 6. كام واحد بيحب الهاند بول؟ 10. هبدا بقى اسال. انا عندي سؤالين. السؤال الاولاني بيقول لي which، يبقى انت هترد بكلمه. which sport did the most؟ يعني ايه most؟ يعني ايه عمر او نور؟ ركز معايا نور. يعني ايه كلمه most؟ الاكثر. انهي اكتر رياضه children choose اختاروها؟ ليه هاندبول؟ لان هو اكبر بار عندي ب 10، فهختار هاندبول. هو قال لي حط سيركل. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي هاو ماني، يبقى انت لازم تختار نمبر. هاو ماني تشيلدرن تشوز، ورسم الرسمه بتاعت ايه؟ باسكت بول. هو بيسالني في كام واحد بيحب الباسكت بول؟ 6. يبقى انا هعلم على ال 6 او ممكن احط عليها سيركل براحتي عادي. ماشي. اخر سؤال في البار جراف عشان نشوف بقى الجزء الجديد بتاعنا النهارده. الاول بيقول لي هنا بوكس ريد لاست سمر. بوكس يعني كتب، ريد يعني نقراها، لاست سمر يعني الصيف اللي فات. انا قريت كام كتاب الصيف اللي فات؟ هو دلوقتي سال مين؟ سال شويه children اللي هم كارين ولورا وبسمه ومنى. كل واحده فيهم قالت هي قرت كام كتاب. يعني مثلا كارين قرت كام كتاب؟ 4 ولا 14؟ ليه بقى يا سيف 14؟ عشان اخر حاجه اهي 14. طب وبالنسبه للورا 16. ما تنساش ان ده كان 14 وده 16. طب وبسمه 22. طب وبالنسبه لمنى 12. وهيبدا يسالني سؤالين برضو. اول سؤال بيبدا بكلمه بس، في كلمه ايه انا قفشتها؟ مور ذان. يبقى انا هعمل ماينس. تعالى نعمل ماينس، بس انا هفهم السؤال الاول. هو بيقول لي ايه يا استاذ محمد؟ هاو ميني مور بوكس ديد لورا ريد ذان منى. يعني لورا قرت اكتر من منى بكم كتاب؟ لورا قرت اكتر من منى بكم كتاب؟ 4. ليه بقى؟ اللي هيبص للرسمه هيشوف هنا ان ده زياده، ادي 1 2، بس الواحد اصلا بيتحسب بكام؟ طب وانا ليه اقعد ابص على الرسمه؟ مش انا عندي النمبرز؟
مش انت عندك ان لورا قرت 16 ومنى قرت 12 16 ماينس 12، اتبقى كام؟ 4 ايه؟ 4 بوكس. اه طبعا زي ما كنا بنعمل في سنه اولى، بناخد الوانس مع الوانس والتنس مع التنس. نشوف السؤال اللي بعده. هو يعني هو من من انا بسال على شخص. هو ريد ذا موست بوكس. هو ريد ذا موست بوكس. ليه اخترت بسمه يا اسلام؟ اكتر واحده قرت كتب. مش هو بيقول لي هو ريد ذا موست بوكس يعني مين قرا اكتر كتب؟ انا هختار بسمة، لان بسمة هي اكتر واحدة قرت، وقرت 22 بوكس. العنوان اللي عندنا النهاردة ان شاء الله بيتكلم، ده ليسون 6 و 8 بيتكلم على ازاي نعمل ريبريزنت للداتا. كلمة ريبريزنت يعني نرسم رسم الداتا، يعني البيانات. ويف ايه؟ لا نركز، اقرا الكلمه، اقرا الكلمه. احنا قلناها النهارده سكيل اوف 2. مش احنا لسه قايلين يعني ايه سكيل اوف 2؟ يعني هتنط كام كل مره؟ 2. ماشي. طب عشان ننط 2 كل مره، ركز في اللي هقوله. لو انا دلوقتي عندي الشكل ده وهحط هنا النمبرز، اكتب ايه اول نمبر؟ اول نمبر 2 4 6 8 10 12. هسال بقى سؤال مهم قوي. هو انا ليه بستخدم ساعات السكيل اوف 2؟ هقول لك. لو انا دلوقتي وانا بحل اي مساله لقيت النمبرز كبيره شويه ان انا ارسمها، يعني مثلا انا عايز ارسم لحد ال 20، فهل ينفع اروح راسم كده واقعد اكتب بقى 1 2 3 4 5 6؟ ده انا عقبال ما اوصل لل 20 هاخد وقت طويل قوي، ما مش هيبقى في مكان، صح؟ طب ايه الحل؟ الحل ان انا بدل لما امشي 1 2 3 لا، ممكن امشي ايه 2 4 6 8. ده يمشي اسرع بس يطلع نفس الحل. يعني لو انا دلوقتي عايز اوصل لل 6، بصوا كده، انا كده وصلت لل 6 ولا لا؟ ليه وصلت لل 6؟ طب لو انا عايز اوصل هنا لل 6، صح ولا غلط؟ دي اسرع. فلو عندي ارقام كبيره انا اسهل بالنسبه لي ان انا اشتغل بالسكيل اوف 2، اشتغل بالسكيل اوف 2. طيب تعالوا نبص كده، الكلمه دي بيقول لي ايه؟ ستارت اون 6، يعني ابدا من اول 6. ماشي، هبدا من اول 6. سكيب كاونت باي 2، يعني ايه؟ يعني نط كل مره 2، ابدا من 6 ونط كل مره 2. 8 10 12 14. 100 100 100 100. اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ سكيب كاونت. كلام جميل. سكيب كاونت. كويس. بصوا هنا. ستارت اون كاونت باي 10. كل مرة نزود 10. لا، هو قال لي ستارت اون كام؟ ابدا بالفور وزود 10. 14 24 34. ماشي، برافو عليكم. دلوقتي هي كلها فيها 4. طب دلوقتي يا مستر، هو انا امتى هعمل سكيب كاونت باي 10؟ يعني ايه رقم كبير جدا؟ قولي لي مساله كده مثلا يا مريم. يعني لحد ال 100. برافو عليك. لو انا عايز امشي لحد ال 100، هو انا بقى هقعد يا مستر اعمل كده كل شويه
1 2 3 4 لحد ال 100 مش هخلص. لا. طب امشي بقى 2 4 6 لحد ال 100 مش هخلص برضو. بس ايه الاسرع؟ 10. يبقى خليها 10 20 30 40 50. قربت قوي وهخلص. نسمع نسمع اسلام. برافو عليك يا اسلام، ممتاز. لو في 89 ارسمها ازاي في المسائل دي؟ هو مش هيخليك ترسم 89، هيقول لك 10 20 30، فمش هيجيب لك حد في النص لحد لما تطلع ان شاء الله سنه ثالثه. لما تطلع سنه ثالثه هيجيب لك بقى الناس اللي في النص ويقول لك ترسمهم ازاي، بس دلوقتي احنا ما عندناش الحته دي. برافو عليك يا اسلام. تعالوا نشوف ثانيه واحده بس، في فيديو هنتفرج عليه دلوقتي بيتكلم على count by 2. بيتكلم على ايه؟ هو قبل ما نتفرج على الفيديو احنا قلنا يعني ايه count by 2؟ يعني نط كل مره 2. طيب بصوا معايا. نسمع بس. Even numbers are what you get when you count by twos. Even odd. You count by twos. You simply skip every other one when you count by twos. When you count by twos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. بص هيبدا يسرع. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. خدتوا بالكم كده ايه اللي بيحصل؟ كل مرة بنزود 2 اسمها ايه؟ سكيب كاونت باي 2 اسمها سكيب باي 2. ركز ايه اللي هيحصل؟ يا ريت نسمع. ده شكل ايه؟ برافو. 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36. خدت بالك؟ بنزود. ماشي. بيقول لي سكيب تو نمبرز، عدي رقمين وبص للي بعده. بنزود كام؟ كلام جميل. بص بقى هيكمل. بص 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 لا مش هيسرع، هيكمل. بيزود كل مرة 3. ماشي. هو اللي عمل هو. بص هنا كده قبل الورق اللي معايا، انا عايزك تقول لي ايه الفرق ما بين دي ودي. ركز. لا 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 ركز انت فيهم. برافو عليك، مفيش فرق خالص. ليه بقى؟ ليه ده صغير وده كبير؟ ده بيمشي سكيل اوف 2 لكن ده بيمشي سكيل اوف، بس هي هي. يعني مثلا في كام واحد بيحب اللاين؟ 8. طب وهنا؟ 8. بير كام واحد؟ 4. وهنا؟ 4. elephant 10. طب والelephant؟ هي 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 هي.
هي هي بس هنا انا عملت بص كده اقرا فوق خالص مكتوب ايه ساره يوز ا سكيل اوف 2 ساره بتستخدم سكيل اوف 2 اما مارك يوز ا سكيل اوف 1 يعني مارك بيمشي سكيل اوف 1 في فرق ما بين الاثنين لا بس مين اللي هيخلص اسرع رسمته سكيل اوف 2 لان هو بينط اسرع 2 كل مره